السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 7 صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار. المستهل من مقر رئاسة الجمهورية، حيث استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمسي، استقبل الأمير التركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. اللقاء جرى بحضور الوزير الأول أحمد ويحيى. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يشارك اليوم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي حل أمس بالعاصمة الليبرية مونروفيا، يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الليبرية الجديد جورج ويا، وهذا بدعوة من الرئيسة الليبرية المنتهية ولايتها إيلين جونسون سوليف. دبلوماسيا، توجت أشغال الندوة 14 لوزراء الشؤون الخارجية للحوار لدول المتوسط الغربي 5+5 التي احتضنتها الجزائر تحت رئاسة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، مناصفة مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان. توجت بإصدار بيان الجزائر، دعا من خلاله وزراء الشؤون الخارجية إلى تعزيز الحوار والتشاور لتحقيق توافق الرؤى والأعمال حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك من أجل تقارب المواقف وانسجامها أكثر في المحافل الدولية والإقليمية. كما تم التأكيد على أن الحوار السياسي يشكل في هذا الفضاء الإقليمي وسيلة مناسبة للبحث عن حلول ملائمة وفعالة للأزمات وبؤر التوتر التي تعرفها المنطقة. تفاصيل أكثر في هذه المتابعة لمنيا أحمد حراش. تضمن بيان الجزائر الذي توج أشغال الندوة 14 لوزراء خارجية حوار 5+5 تجديد الالتزام بمواصلة الحوار والتشاور والعمل المشترك ودعم الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة المشتركة والدائمة وتبني مقاربة توافقية براغماتية للتعاون حتى تحقيق الاستقرار والأمن والرفاه لكل شعوب المنطقة. C'est l'une des rares fois où cette réunion de 5+5 voit la participation de tous les ministres des Affaires étrangères des deux rives, qui voit la participation du commissaire européen, donc au bon voisinage, qui voit la participation du secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, du secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, mais également on a eu le privilège d'avoir parmi nous Madame Elisabeth Guigou, qui est elle présidente donc de la fondation Anna Lindt, chargée de la coopération culturelle en Méditerranée. C'est-à-dire que l'échange de vœux a été un échange très riche, comme vient de l'indiquer donc mon ami le ministre français des Affaires étrangères. C'est un débat, un dialogue sans limite, je dirais. C'est un dialogue ouvert, très franc, et qui nous amène à penser que nous appartenons au même espace et nous sommes confrontés au même défi. Donc par défi, il y a bien sûr les défis du développement, surtout en ce qui concerne la rive sud, et cette session d'Alger a été consacrée essentiellement au partenariat, notamment tout ce qui touche au développement durable, tout ce qui touche à l'emploi de la jeunesse, tout ce qui touche aux échanges entre les deux rives dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux rives. Nous avons abordé également les défis sécuritaires qui se posent à nos pays, notamment comment faire face à la menace terroriste. Nos travaux d'aujourd'hui nous ont permis de faire le point sur les grands enjeux économiques et sociaux auxquels nous faisons face et d'aborder les différentes crises qui affectent l'espace méditerranéen et qui compromettent la stabilité de la région. Nous avons échangé sur ces différents enjeux dans une atmosphère constructive et collégiale. C'est la marque de ce forum qui exprime depuis sa création en 1991 la volonté d'agir de concert autour de cet espace commun de vie et d'action qu'est la Méditerranée occidentale.
هذا وتضمن بيان الجزائر أيضا توسيع إطار التشاور القطاعي في إطار حوار 5+5 إلى قطاعي المالية وتهيئة الإقليم، كما تقرر رئاسة مالطا لمجموعة الضفة الشمالية لحوار 5+5، فيما تظل رئاسة الضفة الجنوبية للجزائر إلى غاية نهاية 2018. في التعاون الطاقوي شارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني بالعاصمة العمانية مسقط، شارك في أشغال الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك لمتابعة اتفاق فيينا لخفض الإنتاج. وبالمناسبة أكد مصطفى قيطوني أنه راض على المستوى الممتاز للامتثال الذي حققته الدول 24 الأعضاء في المنظمة وغير الأعضاء بالتزام في إطار اتفاق أوبك خارج أوبك في 10 ديسمبر 2016. هذا وقد سجل مستوى الامتثال مستوى قياسيا، حيث بلغ حوالي 129% خلال شهر ديسمبر المنصرم، فيما بلغ شهر جانفي الحالي نسبة 87%. اللجنة اطلعت على الأعمال اللي قامت به اللجان الفرعية، واللجان الفرعية أعطتنا أرقام التي تبين أن السقف الذي تعدنا عليه كان في المستوى، ولهذا في آخر نوفمبر 2017 كانت النسبة المئوية 122%، و النسبة المئوية في ديسمبر صارت 128%، وهذه الأرقام جد مرضية. في التعاون التربوي تشارك وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ابتداء من اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، تشارك في أشغال المنتدى العالي للتربية الذي يتناول إشكالية تحضير التلاميذ للنجاح والتفكير السليم والتحصيل الجيد. تعاون دائما. وبدعوة من وزير الشؤون الاجتماعية التونسية، تقوم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية إيداليا ابتداء من اليوم تقوم بزيارة عمل إلى تونس، تندرج في إطار علاقات التعاون والتبادل التي تربط البلدين في مجال الرعاية الاجتماعية، وكذا مجالات حماية وترقية الأسرة والمرأة والطفولة والأشخاص المسنين، لا سيما تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. في الانشغال الصحي، أشرف أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أشرف على تنصيب لجنة قطاعية مشتركة مكلفة بإعداد ومتابعة تطبيق خارطة طريق تخص كامل الجوانب المرتبطة بالتكوين ومستقبل طلبة العلوم الطبية. اللقاء جرى بحضور ممثلين عن قطاعات كل من الداخلية، المالية، العمل والضمان الاجتماعي، التعليم العالي والوظيفة العمومي، وكذا ممثلين عن أساتذة في العلوم الطبية ومختصين في الصحة العمومية والعلوم الطبية، إضافة إلى ممثلين عن الأطباء المقيمين في العلوم الطبية، بهدف التشاور حول مطالب وانشغالات طلبة العلوم الطبية المقيمين. إن أشغال هذه اللجنة في إطار الوصول إلى رسم خريطة طريق توافقي للوصول إلى توفير كل الشروط الممكنة التي من شأنها تحسين الدراسات الطبية المتخصصة، وخاصة لتحسين شروط عمل أخصائيين في كل مناطق الوطن للارتقاء بأداء المرفق العمومي للصحة لفائدة كل المواطنين. En tant que représentant du gouvernement également, le gouvernement attache une importance capitale au résultat des travaux de cette commission. Je serai le porte-parole et le défenseur des résultats de cette commission.
دوليا وفي ملف الشرقية الأوسط، يلتقي اليوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن يلتقي مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، حيث من المرتقب أن يدعوهم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحسب ما أعلن عنه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. هذا المسعى يتزامن مع تصعيد يشهده الملف بعد سحب السلطة من واشنطن دور الوسيط في النزاع بين إسرائيل مع إسرائيل عقب قرار الرئيس دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة تاريخية لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. في نيويورك، من المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة يخصصها لدراسة تردي الوضع الإنساني في سوريا، زيادة على بحث تقرير المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية إلى سوريا مارك لوكوك. المجلس سيدرس تطورات الوضع شمال سوريا، أين شرعت القوات التركية في شن هجوم بري جوي، زيادة على اشتداد حدة القصف في إدلب والغوطة الشرقية وما خلفه من دمار وخسائر هائلة في الأرواح بين صفوف المدنيين. في أفغانستان، ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح على فندق انتر كونتيننتال وسط العاصمة كابول، ارتفعت إلى 18 قتيلا بينهم 14 أجنبيا بحسب حصيلة جديدة قدمتها وزارة الداخلية الأفغانية. يشار أن حركة طالبان تبنت الهجوم الذي تطلب إحباطه 12 ساعة كاملة. في موضوع آخر، دعت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت اليوم على ميزانية الحكومة الاتحادية بعد فشل المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين للاتفاق حول ميزانية الحكومة، وهذا لإخراجها من الشلل الذي تعاني منه منذ أمس الأول على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الكتلتين وتدخل الرئيس دونالد ترامب. للإشارة، ستدفع فشل المفاوضات بشأن الميزانية قرابة مليون موظف في الإدارات الاتحادية إلى البقاء في بيوتهم لمدة غير محددة ومن دون رواتب. رياضة الآن، وفي كرة اليد ومجريات الجولة 4 للمجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا الجارية بالغابون، حيث تعادل أمس المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره التونسي بنتيجة 25 إصابة لمثلها. من جهة أخرى، تعثر منتخب الكاميرون أمام نظيره الكونغولي، ليحتل بذلك المنتخب الوطني الجزائري المركز الثاني مؤقتا قبل يوم من استكمال مباريات الدور الأول المقررة اليوم الاثنين، والتي تجمع منتخب تونس بمنتخب الكونغو، فيما يواجه منتخب الكاميرون منتخب البلد المنظم الغابون، مع الإشارة أن الخضر أنهوا كل مباريات الدور بحصد 5 نقاط من فوزين تعادل وتعثر، وسيكون الخضر في حراحة اليوم قبل خوضهم للدور ربع النهائي بعد غد الأربعاء ضد صاحب المرتبة الثانية في الترتيب للمجموعة الثانية. بالرياضة نختم هذه النشرة، قدمناها لكم من تلفزيون الجزائر. بعد قليل يصحبكم الزميل إبراهيم الخليل كلبان في حصاد الصحف. أنا أعود وألقاكم في موجز 9. لكم من أجمل التحايا، يوم موفق، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.